صباح الخير عليكم، صباحكم كله نشاط، صباحكم كله حركه. فقرتنا النهارده على الانكريز برين او ما يسمى بالتواء الكاحل. الاصابه بتحصل لناس كتير سواء الرياضيين اللي هو زي لعيب الكوره، كره القدم، كره السله، الطايره، الرياضات دايما اللي هي بتعتمد على القفز وتغيير الاتجاهات، او اي شخص عادي في حياته. بالنسبه برضو للسيدات اللي هي بتلبس كعب وممكن يحصل لها الاصابه دي، اي شخص عادي في الطريق ماشي ممكن لا قدر الله يحصل له اصابه في التواء الكاحل. طب عندنا التواء الكاحل نفسه، ده مفصل الكاحل في ثلاث عظام بتكون منهم، عظمه اسمها التيبيا وعظمه اسمها الفيبلا وعظمه اسمها تيلس. قبل اول حاجه، لو لا قدر الله حصل لك التواء في الكاحل وانت ماشي في الطريق او في اي مكان، اول حاجه بنعملها بنعمل حاجه اسمها رايس تكنيك، ار اي سي اي. الاربع حروف دول يعني معناهم ايه؟ الار دي اللي هي الريست، بخلي الوضع المصاب ده في حاله راحه. الاي اللي هي الايس، وهي عباره عن كمادات تلج، بعملها من مرتين لثلاثه في اليوم، بتبقى عباره عن 20 دقيقه. بقسم ال 20 دقيقه بنظام 4 دقائق وبريح دقيقه، 4 دقائق وبريح دقيقه، ولمده ال 20 دقيقه كامله. بعد كده اللي هي السي، حرف السي اللي هو الكومبريشن، اللي انا بربط رباط ضاغط على مكان الاصابه. واخر حرف اللي هو حرف الاي اللي هو الليفيجن، اللي انا برفع مكان الاصابه ده في وضع عالي. طب بعد ما خلصت الحاجات دي بندخل بقى مرحله التاهيل ولا تقويه العضلات اللي بتبقى محيطه حوالين مفصل الكاحل. بنقسمها لثلاث مراحل. اول مرحله عندي اللي هي مرحله المدى الحركي الكامل للايه، للعضلات المحيطه حوالين الكاحل. بنبدا باول حاجه واحنا قاعدين هنا، بنعمل حركه اسمها دورزيفليكشن، اللي انا بسحب مشط رجلي لجوه وبعد 1 2. دايما الحركه بتكون في مستوى الالم، يعني ما زودش، لو حسيت بالم جامد لا ما زودش عنها. 4 5. بعد كده عندنا الحركه اللي بعد كده اللي هي بلانتر فليكشن، بنزل لتحت 1 2 3، بخلي مشط رجلي لتحت 4 5. في حركة بعد كده اللي هي انفيرجن، بدخل مشط رجلي الكاحل ده لجوه 1 2 3 4، 10 عدات 5 6 7 8 9 10. برضو اخر حركة بعملها، بعمل حركة للخارج الليفيجن 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اهم حاجه بتاكد ان انا بحرك المفصل بتاع الكاحل نفسه. ده احنا كده عملنا الاربع حركات الدورز فليكشن، اللي انا بسحب مشط رجلي لجوه، بعد كده بلانتر فليكشن بنزل بمشط رجلي لتحت، بعد كده انفيرجن اللي هو بخلي المشط لجوه، وايفيرجن اللي هو بخلي مشط رجلي لبره. طب بعد كده خلصنا اول مرحله من المرحله دي، بعد كده بننتقل لمرحله ثانيه اللي هي نفس التمرينات دي، بس هتكون باستخدام اساتيك المقاومه عشان نقوي كل العضلات المحيطه حوالين المفصل. بسحب الاستيك، يكون في استيك مقاومه، وبعمل ثبات ساحب مشط رجلي لجوه، وما يعد من 1 لـ10 يا اثبت 10 ثواني. برضو نفس النظام ده. خلصنا دي، اعمل الحركة التانية برضو باستخدام استك المقاومة، بسحب الاستك عليا ومشط رجلي لتحت بلانتر فليكشن، برضو نفس النظام، بعد من 1 لـ10 او بثبت من 10 ثواني. بعد كده بدخل حركة كمان باستخدام المقاومة لبرة، بعمل ايفيرجن، في مقاومة هنا معايا 3 4 5. طبعا نعمل للداخل، مش رجلي جوه 1، اهم حاجة بس يكون في مقاومة 2 3 4 5 6
7. يبقى احنا كده خدنا اول مرحلتين اللي هي تمرينات المدى الحركي كامل، وبعد كده عملناها بالمقاومه. اخر حاجه عندنا وهي مرحله الثبات، اللي انا بثبت على رجل واحده للرجل المصابه، ببدا اطلع. هو في الاول ما هحس اللي هو لسه ما فيش توازن، ممكن اصعب شويه، اللي انا برضو نفس النظام كده بس بغمض عيني، بزود درجه الصعوبه شويه بتاعتها. ممكن استخدم اي حاجه سواء ستيب او اي حاجه، بطلع على رجل واحده على مشط رجلي برضو 10 عدات. وبكده نكون احنا عملنا كل التمارين اللي هي بتأهلنا لتقويه العضلات المحيطه حوالين مفصل الكاحل. وبكده تكون انتهت الحلقه بتاعتي النهارده.